النسارية أعطي بعض النصائح للفتيات الصغيرات. كوني أنيقة دائماً ولا تستمعي لآراء الآخرين. والآن سأطلب منكم جميعاً الخروج لدقيقة. لماذا هذا الصراخ؟ أنا لست صماء. واو، ما هذا؟ هذا طفلك، ماذا ستسمينها؟ شاركيني في مشاعرك. أخبرينا كيف. أخرج من هنا، أنا بحاجة للراحة. هذا ما أفهمه يا ابنتي. ماذا؟ هل أنت مستعدة لليوم الأول في المدرسة؟ نعم. تتذكر القواعد الرئيسية؟ نعم أمي. سميها هاجم الخاسرين وإلا ستفشل. كوني لئيمة أكثر من أي شخص آخر. ولا تواعد الأغبياء. ليس سيئاً. والشيء الأهم من ذلك هو أن تصبح ملكة حفلة التخرج. أمي، هل أحتاج إلى أي كتب أو دفاتر؟ نعم، هنا. أمسكي. ماذا؟ حقاً؟ نعم يا عزيزتي، الآن هو ملكك، أعتني به. هذا الكتاب يحتوي على جميع قواعد الفتيات اللئيمات التي جمعتها أمك طوال حياتها. أنت الآن جاهزة بالتأكيد للمدرسة. شكرا لك يا أمي. مهلا، انتبه لأين ترقد يا أيها الخاسر الفاشل. حتى لن أراك هنا أبدا. أنت جاهزة بالتأكيد؟ هاجمهم يا عزيزتي. مرحبا أيها الفاسرون. أوه، لا بأس بك، ستكونين صديقتي. أنا صديقة؟ نعم. هل أنت صماء؟ إذا كنت صماء قولي على الفور. سأجد صديقة أخرى. لا لا لا، أنا لست صماء، أنا تينا. رائع. ربما أنت أيضاً. أنا؟ نعم، الوجه لا بأس به، لكن المظهر يحتاج إلى تحسين. أنا؟ تجديد؟ لكن هذا بربري. وأنت أعجبتيني. تهنينا، الآن أنتما الفتيات اللئيمات. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أننا أروع فتيات في المدرسة، ويمكننا إذلال أي شخص كان. مثلاً؟ أنتما. يبدو تتحدث عنا. تظاهر أنك لست هنا. نعم نعم، أنتما تبديان مثل الفاشلين. اخرجا من هنا. ومن هو هذا؟ هذا كريس. وسيم. هاي، سيكون لي. سوف ترين. مرحبا عزيزتي. لماذا أنت شحبة مثل الضفدع؟ اشتري لنفسك كريم جديد. أنا لست يا عزيزتي. بلوزة فظيعة، هذا اللون لا يناسبك. أوه، آنسة الصداقة في المبنى. ماذا تتمتم هناك؟ ألا ترى؟ أنا أتحدث مع الفتيات. فتيات، بالأمس كنت في المتجر ورأيت حقيبة جميلة جدا، وكانت الحاقبة غير عادية، وكانت لديها زينة. ومن هي هذه؟ فتاة جديدة أم ماذا؟ أوبا، وهذا الآن مثيرا، هيا بنا. مرحبا، هل أنت جديدة؟ نعم نعم، أنا ووالدي رحلنا. هذا لا يهم، ولديك بلوزة رائعة، من أين اشتريتيها؟ أنا لا أعرف، أمي. وتنورة مذهلة، ما هذا، كلاسيكا؟ شيء من هذا القبيل. واضح، أنا كيسي، وهذه تينا، وهذه إيفا، هما أتباعي. هما أتباعي. لا يهم، حسنا أراك لاحقا وداعا. يا له من قرف، من أين وجدت هذه التنورة؟ والسترة أيضا، هل وجدتهم في سلة المهملات؟ لكن أنت. والتنورة فقط رعب، وكأنها ورثتها عن جدتها. مهلا، لماذا تحدق هكذا؟ مرحبا، قالوا لنا أنك جديدة. وقالوا أنك كيتي. هل أنت محلية أم أنك انتقلتي؟ هل تأكلين اللحم إلا لدينا قائمة نباتية؟ نعم، لقد وقعنا أنا ودوني على التماسات العام الماضي. رغم أننا لسنا نباتيين. لماذا نهتم بأنفسنا فقط؟ أخبرينا أنت.
حسناً، انتقلنا أنا ووالدي إلى هنا منذ فترة. عظيم، وكيف المدينة والمدرسة؟ نعم، هل تعرفت على أحد هنا؟ نعم، مع فتيات أسماؤهن كاسي، إيفا، تينا أعتقد. ماذا؟ تعرفت على الفتيات اللئيمات؟ فتيات ماذا؟ هاتي الفتيات مجرد شياطين، ماذا قلنا لك؟ لا أعرف، لقد بدين لطيفات معي، يبدو أنهن يريدن الصداقة معي. ولكن هذا فقط، على الرغم من إنه رائع. ماذا؟ هل أنت مجنونة؟ ماذا ألا تفهم؟ إذا تصادقت مع العدو فسيكون أكثر فائدة لمعرفته. العدو؟ هاتي الفتيات تتنمر علينا منذ اليوم الأول. رهيب، ولكن لماذا؟ أنتما جيدان هكذا. يعتقدون أنهم الأفضل ويمكنهم فعل أي شيء. يا له من كابوس، أنا أكره مثل هؤلاء. وهكذا ما نتحدث عنه. إذن أردت تكوين صداقات كما تقولي. هل تفكرين كما أفكر أنا؟ مرحبا. مرحبا، اجلسي معنا. حسنا حسنا، أنا أحب الرقص وأحب. ماذا؟ لا تزعجنا هذه الفاشلة التي ستلاحقنا وتحقق كل رغباتنا. أعتقد أنه يجب أن نتحدث أكثر ونخبر بعضنا البعض عن أنفسنا. لماذا؟ إيفا لا تكوني لئيمة هكذا، سنخبرك عن أنفسنا بكل سرور. أنا أحب الرقص وأحب. وهيتينا اصمتي. أنا كاسي، ابنة أريال برايت، ربتني أمي كنجمة حقيقية منذ الطفولة. نعم، من الأفضل لو ربتك على الأخلاق الحميدة. أخبريني عن نفسك. والدي عالمان، نحن نسافر حول العالم حتى يتمكنوا من العمل ومعرفة الكثير من الأشياء الجديدة. واو، كم هذا مثير. لم أسمع شيئا مملا كهذا في حياتي. لماذا ترتدين اللون الوردي دائما؟ أهي تظاهرة ما؟ فلاش ماذا؟ أوي، هذا لا يهم، هذه إحدى قواعد فتياتنا. الفتيات اللئيمات؟ أخبرتني أمي منذ الطفولة كم كانت الرائعة في المدرسة. الفتيات كانوا خائفين منها والشباب يرقدون وراءها. لطيف. إذا أردت يمكننا أن نخبرك عن بعض قواعدنا. أرجو أنت. اصمتي أنت. إذن هكذا. كيتي، انظري، أنا مثل شجرة عيد الميلاد. لماذا تفعلان ذلك؟ اعتقدنا أنه سيكون رائعا إذا مشينا في المساء، وسيكون دوني بمثابة فانوس الحي. وأين كنت أنت؟ أنا كنت في نزهة مع إيفا وتينا وكاسي. هذا عظيم جدا، هيا أخبرينا. بصراحة مخيف نوعا ما، شعرت وكأنني مع طائفة ما. ماذا تقصدين؟ إنهن يبدون متشابهات جدا ويتواصلن بنفس العبارات، ولديهن كتاب قواعد يعيشن وفقا له. كتاب؟ هل رأيتها؟ هل حملته بيديك؟ نعم، كاسي أرتني إياه. أتمنى أنك لم تلمسي، ربما تكون قواعدا معدية. أخبرينا عنه. لكن هذا كتاب والدة كاسي أريال. هناك كل شيء تقريبا، بدءا من قواعد اللباس حتى حول كيفية التصرف الصحيح مع الشباب. وتذكرتي كل هذا؟ حتى تتذكري كل هذا نصف العمر لا يكفي. أمل ألا تمشي معهم بهذه الطريقة. ماذا؟ هل يجب أن أرتدي مثلك أنت؟ دوني على حق، هذا لا ينفع، نحن بحاجة ماسة إلى تغيير مظهرك. نعم. ما هذا؟ لا لا لا، شكرا، أنا لا أريد. لكن هذا ضروري. كيف؟ كيف حصل ذلك؟ نعم نعم، هذا أفضل. يكبر الأطفال بسرعة. مرحبا أيها الخاسرون. متى ستأتين بشيء جديد يا كيسي؟ عندما تبدأ ارتداء ملابسا جيدة. ما اسمك يا هجفين؟ نعم، شبيهة الفزاعة، من أين لك بهذا الزي؟ لكن نعرف بالضبط من أين لك ملابسك الفزاعة هذا. ماذا تقول؟ كيتي، عن ما يتحدث؟ ليست لدي أي فكرة. كفى عزيزتي، هيا بنا من هنا، تعبت من مشاهدة هذا السير. أنت محقة، انتظري، لقد نسيت، يجب أن أذهب للمانيكير. يا للرعب، هل لديك مانيكير كل مساء؟ نعم، في الواقع الأظافر مثل الملابس، لا يمكنك ارتداء نفس الملابس ليومين متتاليين. نعم بالطبع،
أنت على حق، يجب أن أحدد موعدا للمناكير إذن. حسنا، حان وقت الذهاب. وأنتما لماذا تحدقان؟ هيا اخرجا من هنا بسرعة. أوه، كم سئمت منهم، لا يمكنني التعود عليهم بعد. تتحدثين عن الفتيات؟ لا، بخصوص الكعب وبخصوص الفتيات أيضا. اسمعي، أنت ناجحة في كل شيء، كيسي لم تلاحظ هذا حتى. نعم بالطبع، فهذا يتطلب ذكاء، أما كيسي لديها حقائب وبلوزات فقط. أعتقد أن الوقت قد حان للبدء في تنفيذ خطتنا. ها، جوين محقة، اكتسبت ثقتهن بما فيه الكفاية. رائع، وأخيرا، لكن ما هي الخطة؟ هذا. وما هذا؟ فهمت، يعني لا، لم أفهم لماذا نحتاج إلى دهون. إنه ليس لنا، لكيسي، أنت تعرفي مدى أهمية شخصيتها. نعم، إنها دائما تتبع الحمية، وقبل أي موعد لا تأكل لعدة أيام حتى تتمكن من أكل السلطة. ماذا لو قلنا لها أن هذا يجعلها أنحف فقط، وبعد ذلك بالتخرج ستصبح بحجم الكوكب. بالطبع إن كيسي حمقاء، لكن ليس لهذا الحد، لا يمكن خداعها، فهي تعرف كل شيء عن الحمية. أنت على حق، وهذا يعني أننا بحاجة إلى التمويه. مرحبا، ماذا تفعلين أنت؟ إنه نظام غذائي جديد، آخر مرة جربت فيها الماء لكنه هراء، يجعلك مرارا الذهاب إلى المرحاض. وماذا يسمى هذا؟ الهوائية. المهم هو أنه يمكن أكل الهواء فقط. اسمعي، من الأفضل أن تجربي هذا. ما يكون هذا؟ لا تضع بالقرب مني، لا أستطيع التنفس بالقرب من الطعام. هذه عصائر حارقة للدهون. إنه يحرق الدهون؟ هذا ما أحتاجه، أعطني إياه. ممتاز، وكيف يعمل ذلك؟ يعني بعض مكونات هذا العصير تحرق دهون الجسم وبعدها تحولها إلى هواء. هذا عظيم، اسمعي، لا بأس بطعمته حتى. أنا سعيدة جدا لأنني ساعدتك. اسمعي، سوف تجلب لي كل يوم، والآن سوف أشربهم فقط. بكل سرور. لماذا نمشي ببطء هكذا؟ هيا بسرعة. لا أستطيع، الحذاء يضغط. ربما حان الوقت لشراء مقاس أكبر بدلا من مقاس العام الماضي. مرحبا. مرحبا يا أعزائي. مرحبا، لقد رأينا صورك الجديدة، إنها رائعة حقا. أوه، هل هؤلاء هم أين أنا؟ لا، لم تكوني هناك. حسنا، هل رأيتن المناكير الجديد لدي؟ بالضبط، ذهبت إلى الأخصائية التي أوصيتني بها. تينا، أطلب منك منذ شهر أن توصيني بأخصائي مناكير جديد. السبب هو من الصعب تحديد موعد معها، والصالون بعيد. كريس، مرحبا. كريس، أعتقد أنه على وشك حدوث هزة أرضية. كريس. كيسي، أخفتيني. هل أنت تتجاهلني؟ لا، ما بك. هاي، من أين تنظر؟ ماذا لا أنظر؟ ربما نتنزه اليوم. لا أعرف، أنا مشغول جدا، وبشكل عام يجب أن أذهب. لا أفهم، لماذا يعاملني بهذه الطريقة؟ لماذا تغير كل شيء؟ ربما يجب أن نخبرها. ماذا تقولن؟ أتعلمين؟ لقد تغيرت نوعا ما. أود أن أقول إنك تغيرت كثيرا كثيرا. نعم، يجب أن تشربي المزيد من العصير، هيا بنا سأدعوك. أعتقد أننا وصلنا إلى طريق مسدود. ما قصدك؟ لقد قمنا بإطعام كيسي بهذه العصائر لمدة عام ولم نفعل أي شيء، نحن بحاجة إلى توسيع نطاقها. متى تقترحين أيتها العبقرية؟ لا أعرف، شيء هكذا، شيء مميز. ماذا تفعل أنت؟ قررت أن أدرس عن الحيوانات البرية. وكيف النتائج؟ يبدو أن الاختبار هذا غير مناسب لي.
غريب. إذن ماذا قلت عن كيسي؟ بالضبط، قلت لك أننا علينا تدميرها. يمكن ترتيب ذلك. ماذا تقصد؟ مثير، هل فكرت يوما في الحصول على قصة شعر كالولد؟ لا، يجب علينا التوصل إلى شيء لكي يكسرها. يا عالي، نفكر في نقاط الضعف عندها. إذن البلوزات والحقائب والشباب. بالضبط، كريس. هل تريدين تدمير كريس؟ لا لا، لدي فكرة أفضل. ألو كيتي، اذهبي إلى المرآب على الفور، لدي حديث معك. كريس، قد أتيت. مرحبا كيتي، لما دعيتني إلى هنا؟ أتعلم، أردت أن أتحدث معك منذ فترة طويلة. ماذا؟ حقا؟ أنا أرى كيف تنظر إلي دائما. أنت جميلة جدا حقا كيتي. هل فكرت يوما أن كيسي ليست مناسبة لك؟ لكن لقد تغيرت كثيرا مؤخرا، وأنت أصبحت جميلا أكثر. نعم، أنا كذلك. أنت بحاجة لفتاة جميلة ومشهورة وذكية. هل هناك أحد في ذهنك؟ من الممكن. إذن ربما يمكنك تعريفنا. ماذا؟ إذا أردت الآن. ماذا؟ كيف يمكنه؟ وكيف تجرأت؟ كان هذا رائعا. كيف تجرأ بعد سنوات عديدة؟ مهلا، عن من أنت؟ كيف عن من؟ عن كريس بالطبع. هل أنتما لا تستمعان لي؟ لا لا، بالطبع نحن نستمع. وماذا قلت لكما؟ شيء عن البلوزات. ماذا؟ أي بلوزات هذه؟ لكن لا أعرف، أنت تتحدثين عنهم دائما. عن كريس تحدث مع كيتي. هل عاد إلى رشده أم ماذا؟ ماذا؟ لا شيء، لا شيء. وما العمل الآن؟ لا أعرف، ربما غير مظهرك. اعتني بنفسك. كدت أن أقتنق بهذه العصائر لمدة سنة. بالمناسبة كنت مهتمة دائما، أعطني أجوبة. قرف، كيف تشربي هذا؟ نعم، طعمه ليس جيد، ولكنه يحرق الدهون. كيف يمكن أن تكون الدهون حارقة للدهون؟ ماذا تعني أي دهون؟ هذه دهون نقية، جدتي أعطتني هذا عندما كانت مريضة. إذن أنت تقول أنني شربت الدهون لمدة عام كامل؟ كيف توصلت إلى هذا؟ لا شيء، اقترح أحدهم ذلك. انتبهي إلى أين تذهبين؟ انتبهي إلى أين الذاهبة؟ أنا عينيك عن سبب المكياج. لا تكرري بعدي. لا، أنت لا تكرري بعدي. أرى أنك استعدت لياقتك لكنك لم تستعيدي عقلك بعد. ماذا؟ هل ظننت أنني سأشرب عصير قصحر طوال حياتي؟ لا أعرف، لكن لم يزعجك هذا لمدة عام كامل. حفلة التخرج قريبة، ولن أسمح لك بأن تصبحي ملكة المدرسة. سأصبح ذلك على أي حال مهما كان مظهرك. أنت تتفاخري كثيرا، لا تنس بفضل من أصبحت هكذا. أوي، وعلى ماذا يجب أن أشكرك؟ لأنك كنت حمقاء لعدة سنوات وتنمرت على الجميع. لكنهم احترموني. لا تقلقي، لن يختار الناس أبدا شخصا مثلك كملكة. سنرى ذلك لاحقا، اسمحي لي بالمرور. بل أنت اسمحي لي بالمرور. لقد فهمت. أنت مستعدة؟ ماذا إذن؟ نحن جميعا جاهزون؟ أعتقد أن هؤلاء اللئيمات يخططون لشيء ما. للتفكير في شيء ما، يجب أن تملك عقلا للتفكير. هذا صحيح أيضا. كيتي، سوف تفوزي مهما كلف الأمر. لا أعرف، إن وجوههن الخبيثة تزعجني. كيتي لديها وجه ماكر، يبدو أنها تفكر بشيء ما. كيف يمكنها التخمين؟ إنه غير مرئي تماما لنا. انظرا إليهن، إنهن بالتأكيد يطبخن شيئا ما. من يهتم؟ لن يختار أحدنا الخبيثات التي خافتهن لسنوات.
نعم كيتي، أنت فقط اذهبي، لا تفكري في أي شيء. بلي دفع كريس لجانبك. كيتي أيا، كيتي أيا. نعم هذا هو الكنز. حسناً، أقترح تلخيص نتائج التصويت لملكة الحفلة في المدرسة. تفضلوا إلى المسرح. ابتعدي. ابتعدي أنت. إلى أين تقتربين؟ ابتعدي. هيا ابتعدي عني. ماذا؟ أنت مستعدة للخسارة. وأنت؟ ماذا إذن؟ بناء على نتائج التصويت العالي، إذن الفائزة بالنقاط هي كيتي. يا هلا! توقف! ماذا؟ يا للفرحة! ولكن هذا غير ممكن! لماذا غير ممكن؟ أعطى هؤلاء الأشخاص الجميلون أصواتهم الحامسة! ما هذا الهراء؟ من هؤلاء؟ لا أعلم، لكنهما لطيفان للغاية! إنهم لا يدرسون معنا في المدرسة حتى! ماذا؟ لا يمكنهم التصويت، إنهم ليسوا طلاباً! هاي، لماذا انفجرتي؟ كيتي، يجب أن تكوني قادرة على قبول خسارتك. نعم، أنت جهزتي كل شيء، كنت سأفوز وأنت تعرفين ذلك. ما هذا الهراء؟ لقد فزت بشكل عادل تام. آنسة، ستدفعين لنا اليوم كما وعدتي. ارحل من هنا بسرعة. ماذا؟ هل قمت برشوة المتشردين للفوز بالمسابقة؟ وماذا في ذلك؟ لكن الآن أنا الملكة ولدي كل شيء. أنا لا أعتقد ذلك يا كاسي. مهلاً، أنا الملكة. أتسمع؟ أنا الملكة، أنا الملكة. أهدئك فكرة حارة. فوخ، هذه وظيفة الأولى. وما هي؟ أعمل كمتحدثة لتعلم الناس بأن يكونوا فتيات لئيمات. مرحبا، جئت إلى المقابلة لأعمل كمتحدثة لديكم. مرحبا، أدخلي، تفضلي بالجلوس. شكرا لك. أخبريني عن نفسك الآن. إذن أنا اجتماعية ونشطة للغاية، ولدي المزيد من المعرفة في مجال السحر والموضة. عظيم، حسناً، ما هو الإنجاز الرئيسي بالنسبة لك؟ لكن ماذا أقول؟ لقد فزت بمسابقة ملكة المدرسة و... أنت؟ ما الذي تفعلينه هنا؟ لقد دعوني على مقابلة في هذه الشركة. وأنت ماذا تفعلين؟ أنا هي صاحبة هذه الشركة. صاحبة هذه الشركة؟ هذا لا يمكن أن يكون. ما هذا الهراء؟ كيف تمكنت من الوصول إلى هنا حتى؟ لقد دعوتوني أنتم بأنفسكم. أظن أنني أعرف كيف هو الحال. كل هذا خطأ سكرتيري كريس. جاهز، هذا كل العمل هنا. كريس، ما الذي تفعله هنا؟ أنا أعمل هنا، ماذا لم تري؟ كريس، من فضلك أخبرني، هل أنت من تعامل مع طلبات العمل؟ نعم، أنت طلبت بنفسك. حسناً، لكن الأمر سيكون ممتعاً. فريق العمل لطيف للغاية، ونحن ندفع جيداً. ماذا؟ تريد أنني أعمل عندك؟ ولا بأي حال. لكن لا تقلقي، فأنا لن أسيء إليك. أتركيني وشأني. نعم. هيا اجمعي الأوراق. حالاً الآن. ماذا؟ أعطيك خصماً؟ منذ متى؟ نحن أفضل مدرسة للبنات اللائمات في المدينة. ألو، سجليني على قصة شهر في السابعة. آنسة ريال، هذه الأوراق. ضعي على طاولتي. يا له من كابوس. من قص شعرك بهذا السوء؟ صالون بالقرب من الزاوية. ألو، هذا صالون التجميل؟ ألغي موعدي في السابعة. نعم، الدرس التالي يوم الجمعة. ماذا يعني التأجيل؟ هل تعرفي حتى من أنا؟ أحضره للقهوة على الفور. تفضلي. وأخيرا. كيسي، استبدليني، أنا أشعر بالسوء. بالطبع. أرجو أنتِ. مرحبا. نعم، هذه مدرسة تدريب الفتيات اللائمات. ماذا؟ أي قصة شعر؟ لا أعرف. سجليني في السابعة إذن. كم أنا رائعة. هذا صحيح، لقد قمنا أخيرا بمسح أنفي كيتي. نعم، لقد استغرق الأمر معي بضع سنوات لبناء هذا العمل بأكمله. لك؟ حسنا، لنا. أمي، ما بك؟
أوه لا أعرف، أشعر بالسوء. أمي ربما الطبيب. أي طبيب هذا؟ لدينا الكثير من العمل. بالمناسبة لديك قصة شعر في السابعة. اذهبي بنفسك يا عزيزتي. بينما أنا أمي أنسة أريال، ما بكِ؟ أمي ما بكِ؟ أي لم أريد أن أخبرك يا عزيزتي، ولكن أعتقد أنني مصابة بالحمى. أمي ماذا تقولي؟ ما العمل؟ ما هذا؟ فات الأوان لفعل أي شيء. أين الكتاب؟ هنا، اعتني به، فهو يحتوي على كل ما تحتاجينه لإبقاء هذا العمل بدوني. أمي ماذا تقولين؟ ماذا يعني بدونك؟ آسفة يا عزيزتي، لكن الآن أنت المسؤولة. أمي لا، وأنتما لماذا واقفتان؟ أحضر الماء بسرعة. كل شيء سيكون بخير. هاي ماذا تفعلان؟ أحضر الماء لأمي. ودعني يا عزيزتي. أمي لا، أمي لا ترحلي، أمي لا. هذا كل ما ينقصني الآن. مرحبا، أرى أن عملكن يزدهر ويتوسع حتى أنكن انتقلتن إلى الشارع. نعم. لماذا أنت حزينة هكذا؟ هل مات أحد ما؟ اهدئي، ما الذي تقولينه؟ ماذا؟ هل قلت شيئا خاطئا؟ الآنسة أريال ماتت بسبب الحمى الوردية. يا له من كابوس. كيسي أرجوك سامحيني، لم أقصد ذلك. ابتعدي من هنا، ما زلت بحاجة إلى شخص يضحك علي. لا أريد أن أسخر منك، كيف يمكنني المساعدة؟ مساعدة؟ حقاً أنت؟ كيف تساعديني؟ لقد فقدت كل شيء، أمي والعمل والمال. نعم، يبدو أن أحوالك سيئة، وأعتقد أن لدي فكرة. الخروج من هنا فكرة عظيمة. لا بالطبع لا، هيا لنعمل معاً. ماذا؟ لماذا هذه المفاجأة؟ إن عملي مزدهر، وأنتن تمكنتن من تحقيق شيء ما خلال هذا الوقت. إذا اتحدنا فسوف نصبح أقوى. لبأي حال في حياتي سأعمل تحت قيادتك. سوف نصبح شركاء، وكل شيء بالمساواة، نصف لي ونصف لك. ماذا حقا؟ بالطبع، ماذا؟ هل وافقتي؟ بالطبع. حسناً، وهكذا أختم الكلام. شكراً لكل من حضر ندوتنا. كيف تصبحين فتاة جريئة؟ والآن يمكنكم طرح الأسئلة. أنسة كيسي، أين تصففين شعرك؟ بصالون في الشارع الخامس. هذا عظيم، والآن يمكنكم طرح الأسئلة حول موضوع الندوة. أخبرينا من فضلك من أين حصلتم على المعلومات الخاصة بدورتكم الرائعة. شكراً لوصفك لها بالرائعة. لقد حصلت على بعض المعلومات من خلال تجربتي الشخصية، والمزيد من تجربة أمي الخاصة، وبالتأكيد الكثير من المعلومات من كتاب عائلة الآنسة أريال وكاسي. أخبرينا كيف حققت هذا النجاح. أعتقد أن السر الرئيسي هو أننا جمعنا معرفتنا بمفردنا معاً، وإلا ما كنا لنصل إلى هذا الحجم. كيت علمتني أنه لا فائدة في الإذلال. إن كنت تريدين أن تصبح فتاة لئيمة فقد كوني رائعة ومشهورة. كما أن كيتي علمتني ألا أرتدي الجينز يوم الخميس. هذا بالضبط. إلهي. وكيف تعرفتما؟ إنها قصة طويلة، ربما يوماً ما سوف نكتب عنها كتاباً أو نقوم بتصوير فيديو. كيتي هل كنت دائماً فتاة لئيمة؟ لأن إذا لا فسوف أخذ أموالي وأغادر. ولكن كانت كذلك دائماً؟ ما هي القوة الرئيسية للفتاة الجريئة؟ القوة الرئيسية للفتاة اللئيمة هي القدرة على الكذب عند الضرورة. حسناً، هذا كل شيء. مستقبلاً ستكون هناك الكثير من الندوات في انتظاركم. شكراً لكم. انتظري، لدي سؤال أيضاً. هذا غير ممكن، من سمح لها بالدخول بهذا المظهر؟ أنتم تعلمون أن كيسي ممكن أن تصاب بالحمى الوردية. كيسي لا، استدعوا الطبيب.
ماذا؟ أنتم مستعدون؟ لا، لم تكوني هناك. توقفي، لا تكوني قلقة، فهذا مهم بالنسبة لها. كان من المهم. إيفا على حق، هيا بنا. نعم يا كيسي، من المؤسف أن الحمى الوردية قد وصلت إليك أيضا. نحن نفتقدك. أنا بالتأكيد سأواصل عملنا وسوف أحتفظ بكتابك. أضع القهوة مرة أخرى على طاولتك بدون صحن أبدا. كريمة جدا أنت يا إيفا. كيسي، لقد أصبحت صديقة رائعة لي وشريكة جيدة، شكرا كثيرا لك، لن أنساك أبدا ما حييت. ألو، هذه وكالة كيسي، كيف يمكنني المساعدة؟ حقا أنت فعلت؟ هزل تحملون. مرحبا يا عزيزتي. ولكن عموما بالأحجار. بالأحجار؟ ماذا؟ إذا الشيء الرئيسي. أنا أفكر. كيتي، يجب أن تعرف. أي بلوزة هذه؟ أنت تفكرين دائما. هذا ما يسمى يحرق الدهون ربما؟ لكان ذلك مرحا للغاية. أنت هنا ربما لي. المكياج لا ينفع.